حياكم الله. إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال نواب عن محافظة نينوى إن الفارق الكبير بين موازنة المحافظة في العام الحالي والماضي سيحدث خللا كبيرا فيها. وأشار النواب إلى أن الموازنة خصصت لنينوى 240 مليار دينار فقط بتراجع عن موازنة العام الماضي بنحو ثلثين، بينما تحتاج المحافظة إلى أكثر من 600 مليار، الأمر الذي سينعكس سلبا على الكثير من المشاريع. وأوضح النواب أن المحافظة بحاجة إلى تخصيصات مالية كبيرة تتناسب مع حجم الضرر والدمار الذي تعرضت له في السنوات الماضية، وكذلك تتناسب مع زيادة أعداد السكان في المحافظة. تشهد سوق بيع الأضاحي في أكبر موقع لبيع المواشي والأغنام على مستوى البلاد قرب مدينة بعقوبة حالة هي أشبه بالكساد في ظل إقبال محدود جدا لشرائها بسبب الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. تجار الأغنام والمواشي قالوا إن الأسعار مرتفعة وفق مبدأ العرض والطلب، وإن الاستيراد لم يسهم في خفض الأسعار بل العكس، ارتفعت بنسبة تصل إلى 10% في الأسابيع الأخيرة، فيما لا تزيد نسبة الإقبال على الشراء 30%. أفاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية حميد حسيني بأن إيران تصدر بضائع بقيمة 10 مليارات دولار إلى العراق سنويا. وأضاف حسيني أنه في الشهرين الأولين من العام الحالي تم تصدير بضائع بقيمة 1.6 مليار دولار باستثناء الغاز والكهرباء، وهو ما يوضح أن إيران تصدر بضائع بقيمة 800 مليون دولار شهريا، مبينا أن العراق يستورد بين 67 مليارا و 75 مليار دولار سنويا، معتبرا أن حصة إيران البالغة من هذه الواردات 10 مليارات دولار صغيرة. أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط فرحات غوروز أن العراق استورد نحو 50 مليون دولار خلال شهر أيار الماضي. وذكر غوروز أن الصادرات التركية من الفواكه والخضروات الطازجة ارتفعت بنسبة 14% في شهر أيار الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وصلت إلى 284 مليون دولار، مضيفا أن أكثر البلاد التي تستورد الخضروات والفواكه من تركيا هي روسيا والعراق وألمانيا. وفي خبرنا الأخير، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدة لسحب المزيد من النفط من المخزون الأمريكي الاستراتيجي لوقف أي ارتفاع كبير في أسعار البنزين هذا الصيف. ونقلت الصحيفة عن أحد كبار مستشاري بايدن تأكيده أن أسعار النفط ما تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لكثير من الأمريكيين، وأنه يود أن يرى الأسعار تنخفض مرة أخرى، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل عمليات الشراء حتى العام المقبل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.